كتير من السيدات بيعانوا من رائحة الطعام بإيديهن بعد ما يخلصوا من عمل الطعام، وهالروايح ما بتروح من إيدهن إلا بعد فترة من استخدام الصابون العادي. اليوم أسواق سورية بتقدم إلك سيدتي الصابونة الستانلس، صابونة بيضاوية الحجم تستخدميها دايماً بعد كل أكلة بتعمليها، وتخلصي من ريحة التوم والبصل والسمك واللحمة وغيره وغيره. وهالصابونة كمان فيكي تستخدميها وتحطيها في التلاجة عشان تخلصك من أي روائح مهما كانت، وفيكي كمان تحطيها في الجزامة عشان تخلصك من أي روائح مهما كانت. كل هالامتيازات موجودة في هالصابونة الستانلس. فيكي تستخدميها لأطفالك كديتول مطهر إلون، وتحافظي على أطفالك من الجراثيم. صابونتنا الستانلس مصنوعة من الستانلس الغير قابل للصدأ. اشتري 3 صابونات ستانلس فقط بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. فيكن تتصلوا هلأ من خلال أرقامنا الموضحة على الشاشة، وكمان فيكن تتصلوا على أقرب بلد إلكن. صابونتنا الستانلس مصنوعة من الستانلس الغير قابل للصدأ، وبتغنيكي عن الصابون العادي اللي بيسحب منك فلوس كتير كل شوي. الصابون العبقرية الستانلس بتعمل على إزالة روائح الطعام من إيديكي بسرعة فائقة، وفيكي تاخديها معك أي مكان وين ما تكوني، وتستخدميها كمطهر لأولادك، وتزيل الروائح الكريهة من الثلاجة ومن الجزامة. أسواق سورية، منتجات الذوق الرفيع والجودة اللي ما بتنتهي. فيكو تتصلوا علينا على أسواق سورية. اشتري 3 صابونات ستانلس فقط بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن.